بعد ما أصبحت نجمة سينمائية معروفة، حياتك أسعد دلوقتي ولا الأول كانت أسعد؟ أنا بعتبر نفسي من الناس اللي يعني سعيدة في حياتي في السينما وخارجها. متاعب السينما أكتر شيء بتعاني منه من متاعب العمل السينمائي؟ لا، دي يعني كل واحد إنسان في حياته أو في عمله بتعترضوا مثلا صعوبات او متاعب، لكن المهم النتيجه اللي في الاخر هو بيحسها من خلال عمله، اذا كان بيحقق في شيء، اذا كان بيحس برضا من خلال الاخرين، فده بيخليه يعني الناس في معاملتها اليوميه معاكي بتعاملك دايما على انك نادية لطفي، مش على انك الانسان اللي لازم توجه التزاماتك في الحياه بشكل معين زي اي انسان عادي. يعني